لو شفت راجل المبتسم ده في ماينكرافت احسن لك اهرب بسرعه. سلام يا رجاله، معاكم ايمي كامل او محمود كامل. النهارده يا شباب النهارده حاجه جديده ظهرت في ماينكرافت، شخصيه جديده مجهوله، مش اي حد فينا هيكون عارفها واكتريتكم مش هيكون عارفها. الراجل المبتسم ده يا شباب بدا يظهر للناس في لعبه ماينكرافت، ويبدا ان هو يخوفهم ويعمل حاجات غريبه في السيرفر وحاجات عجيبه مش اي حد يقدر يعملها، قدرات خارقه، مودات جديده، حاجات غريبه جدا يا شباب. فقبل يبدا المقطع بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده ينزل دلوقتي يضغط لايك ويشترك في القناه مش مشترك، وفعل زر التنبيهات والزر الاحمر ده مش تخسر حاجه لو دوست عليه وفعلت الجرس وضغط على اللايك، خليت لونه ازرق، الاثنين ببلاش. فقدامك يوم كامل اللايك والاشتراك ببلاش، لو عملتهم ببلاش ينزل اكتب لي تحت في الكومنتات. وطبعا النهارده يا شباب هيكون تحدي اسطوري ما بينه وما بين الراجل المبتسم ده. وطبعا يا شباب عايز اقول لكم برده على مفاجاه جديده، درع المليون وصل وهيجي يوم السبت الجاي. فاتمنى منك اتاكد انك مفعل الجرس عشان اول ما انزل مقطع الدرع يجي لك اشعار على طول. وبسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكل المتسابقين في القناه، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله، ويلا بينا نشوف اللي هيحصل مع الراجل المبتسم. اوكي يا شباب، انا اليوتيوبر اللي انتم شايفينه قدامكم دوت اللي هو دريو اس ام سي ظهر لي في فيديو من الفيديوهات بتاعته. الصراحه كان في موقف مرعب جدا وقاعد بيلعب وظاهر له سمايلنج مان او الرجل المبتسم. الصراحه شباب الموضوع كان مرعب جدا لدرجه ان انا دخلت على المقطع ده مخصوص عشان اتفرج عليه واقدر ان انا امن منه واتعلم منه عمل ايه اول ما شاف سمايلنج مان، عشان خاطر الشباب اول ما اشوفه في ماين كرافت عندي انا ابقى عارف ازاي اخد حذري منه. فبسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين يا شباب هنتفرج دلوقتي هو في ماين كرافت عمل ايه وازاي حافظ على نفسه وازاي ان هو ما قتلهوش وكده، وقدر ان هو يامن نفسه من ناحيه ان هو ما يتقتلش من سمايلنج مان عشان اقدر ان انا كمان اعمل زيه في ماينكرافت. ف 3 2 1، اهم حاجه تسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، يلا بينا. بسم الله، زي ما انتم شايفين يا شباب هو دخل البيت بتاعه والعالم بتاعه قاعد بيدور عادي وبيلعب عادي جدا زي ما انتم شايفين بيطلع على السلالم، وده البيت بتاعه. الصراحه تقييم للبيت بتاعه 5/10 كبدايه كده، نبدا نقيم ونشوف ايه اللي بيحصل في اللعبه بتاعته. تمام، بيلعب اوكي. انا سمعت صوت غريب وفي نفس الوقت شباب لقيته دخل في البيت عادي. اوكي، زي ما انتم شايفين قاعد بيقلب في البيت بتاعه بيدور، تقريبا هو سمع صوت غريب اللي نفس اللي انا سمعته في البيت بتاعه، فدخل بيدور في البيت بتاعه مين اللي عمل الصوت ده. تمام، الموضوع مرعب جدا وبيبص في الازاز كده بيدور في كل حته عليه، اتوقع على سمايلنج مان هو اللي عمل الصوت ده. طيب يا شباب دلوقتي نزل تحت، اوه المكان هنا ضلمه جدا، اطلع تاني اطلع تاني. اوكي طلع تاني، المكان ضلمه تحت. اوكي في صندوق جنب البيت، افتح الصندوق، في جولدن ابل ومعايا سيف. اوكي لاحظوا يا شباب ان اليوتيوبر ده بيعتمد على ان هو يدور في كل حته مخصوص عشان السمايلنج مان اتوقع ان هو بيظهر ويختفي، اتوقع بس لسه ما اعرفش حاجه. معاه جولدن ابل انشانتد يا شباب اللي هي بتتاكل وبتدي قوات خارقه دي يا شباب. ايه الكهف ده؟ وات؟ اوكي الكهف ده تقريبا غريب عليه لانه هو اتأخر فيه شويتين كده، فأتوقع إن الكهف ده غريب. إيه ده؟ في حاجة خشب! أو ماي جاد يا شباب، إيه ده؟ أو ماي جاد! ال ال البتاع الخشب اللي واقفة دي! وات؟ شباب، أوكي هو كان جولدن أبل ليه؟ هو هيقتلهم ولا إيه؟ أوه لا 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 يا شباب، دول تبع السمايلنج مان ولا إيه؟ تبع السمايلنج مان؟ هم مبتسمين بس ما توقعش إن هم تبع السمايلنج مان. أو ماي جاد يا شباب، أنا أول مرة أشوف قطعة خشب يقدر إن هو يتحول لها. ليتس جو! جامد! البتاع اللي وقعت منه دي يا شباب، اوه الاخير الاخير، ولا حاسب يلا حاسب اديله بسرعه ما يقتلكش. شوفوا شباب بيرقص ازاي، شفتوا؟ اوه ماي جاد. اوكي انا بدات اتحمس ان انا اشوف السمايلنج مان، تخيلوا ان دي الوحوش اللي تابعه بس، فتخيلوا بقى السمايلنج مان هيبقى عامل ازاي. اوكي في بيكاكس دايموند، وفي هنا تي ان تي، تخيلوا في تي ان تي وجنبها فلينت، يعني لو في وحش من الوحوش دي هتمسك الفلينت وولع التي ان تي يو ار ديد مان. اوكي في حبات دايموند هنا، جمع حبات الدايموند زي ما انتم شايفين، والله دايموند كتير يا شباب، انا لو مكانه الصراحه هجمع الدايموند ده كله. بس عايز افهم حاجه دلوقتي، مين اللي عمل الكهف ده ومين اللي دخل الوحوش في الكهف ده؟ اتوقع 100% ان هو سمايلنج مان لانه بشري يا شباب، بشري وحش اوكي، اللي هو مونستر وحش يا شباب اوكي. فالموضوع هيبقى صعب جدا انك تقدر تحدد مين اللي عمل الكهف ده، هل ممكن يكون الوحوش؟ ما اتوقعش ان الوحوش نائيه لان مفيش وحوش بتجمع دايموند، فاللي بيجمع دايموند اكيد بشري وعارف ان الالماس ده غالي، فحطوا المكان هنا لسبب معين اوكي. هنا في صندوق ولا تي ان تي، شوفوا حبايه التي ان تي حطيتها على ماين كارت، عارفين دي لو اتزقت ورحت على التي ان تي اللي هناك خلاص المكان ده كله اتفجر اوكي. انا بدات اخاف،
الموضوع بدأ يبقى مرعب جدا يا شباب، بما اني شفت الوحوش الاولانيه دي وهو قاعد بيبص في كل حته في المنطقه عشان يشوف سمايلنج مان. بيعمل دروع تقريبا عشان يقدر ان هو يحمي نفسه منه او يحمي نفسه منه. اوكي البس الدروع. فول ارمور دايموند يا شباب، سو ايزي مان. عارفين الفول ارمور دايموند دوت يا شباب ممكن يقعد معاك 3 ايام في ماينكرافت متواصلين. او ماي جاد، هو سمايلنج مان. سمايلنج مان هو بص لي. هو يا شباب، هو او ماي جاد شكله. او ماي جاد لا 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 لا. او ماي جاد، الموضوع مرعب جدا، الموضوع مرعب جدا. الرجل المبتسم يا شباب، الرجل يا ماما شباب بجد شكله وحش جدا. او ماي جاد، ده هزار اللي انا في ماين كرافت. انتوا عارفين ده انا لو شفته انا ممكن انتحر. يا شباب شوف شكله، واو يا ماما يا ماما يا شباب. هو بدأ يخاف. اوكي الولد بدأ يخاف، بدأ ان هو ياخد حذره دلوقتي. طلع للمكان فوق عشان يبقى هو اطول من الرجل المبتسم ده. اوكي هيكسر خشب عشان يشوفه. شباب الموضوع بدأ يبقى مرعب. الموضوع بدأ زي ما انتم شايفين، بدأ ان هو يكسر الخشب عشان خاطر يبص على سمايلنج مان من فوق. ران بوي ران، بيقولوا ران بوي ران. لا لا يا شباب يا شباب يا شباب، بيقول له اجري ايها الولد اجري. طب هيعمل ايه؟ سد المكان، سد المكان، اكسر ازاز ده وسد المكان ده، هيطلع لك على السلم وهو شافك. او ماي جاد او ماي جاد يا شباب، او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. اجري اجري. المشكله انت شفتوها، بيقول له اهرب ايها الولد اهرب. اوكي وجري ورايا يا شباب، بس تقريبا ما شافش ان هو هرب من البيت. اوكي اجري بقى انت، اجري برا البيت، اجري ممكن يموتك. على فكره يا شباب باين عليه قاتل محترف، شكله جدا مرعب يا شباب. فانتوا متخيلين ان انتوا تقابلوا ده في ماين كرافت؟ اكتبوا لي رده فعلكم هتبقى عامله ازاي تحت في الكومنتات. اوكي بيبص على الازاز هناك اهو. اوكي بيقرب منه ليه؟ اوكي بيكسر بالك. رامبوي ران يا شباب، جه 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 جه. لا 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 لا. اوكي حاول انه يوقف الحفره، بيحاول. لا 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 بيضربه. او ماي جاد او ماي جاد، بيحاول انه يوقف الحفره. اوكي بيحاول انه يقربه من الحفره ويضربه عشان يوقع. اضرب اضرب اضرب، تخيلوا ده يقابلني انا في ماين كرافت، اقسم بالله. اوكي بيحاول انه يقربه. قربه تمام، اضرب، وقعه في الحفره، وقعه. ليتس جو ليتس جو ليتس جو، هيوقعه هيوقعه. لا ما عرفش يا شباب ما عرفش. اوكي الموضوع سهل جدا بس محتاج وقت لانه الضربه بتاعته بتدمج جامد. اوكي هيدخله هنا ويسد عليه، اتوقع انه هيدخله هنا وهيطلع هو بقى ويسد عليه. شباب والله الضربه بتاعته قويه جدا. سد 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 سد، ايوه الله عليك، حبسه يا شباب، حبس سمايلنج مان. شكله مرعب جدا، اقتله. ايوه اديله ايوه اقتله ايوه خلاص هيموت اديله. هو مش بشري يا شباب، المفروض بيبقى بشري، بيموت يعني قريب جدا يعني الضربه بتاعته. اوكي لا نزل له الغبي. اوكي مات. واخيرا سمايلنج مان از ديد. انتوا متخيلين يا شباب بعد الضرب وبعد الكلام ده كله، ورام بوي دي رعبتني انا حرفيا جدا. انتوا متخيلين بقى ان انتوا يا شباب ان انتوا بتلعبوا تلاقي واحد جاي بيقول لك رن 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 اهرب اهرب. اوكي ريد ستون وتورش، وات ايه علاقه الريد ستون والتورش بالمكان هنا؟ وايه علاقتهم برضو بالايرون مان از سمايلنج مان؟ اوكي تقريبا دي علامات بتدل على مكان معين، وزي ما انتم شايفين هي اشارات شباب او تحديدات بتقول له امشي في المكان ده. اوكي الموضوع بدا يبقى مرعب اكتر، وهو بيمشي دلوقتي على المكان ده. اوكي تمام زي ما انتم شايفين مجموعه من السمايلنج مان يا شباب ماسكين بشري وقاتلينه كمان. او ماي جاد، ورطة كبيرة يا شباب. شوف واحد بيكلمه تقريبا، هما معذبينه معلقينه يا شباب اتوقع. يابا موضوع مرعب جدا، موضوع مرعب. انا بدأت اخاف، انا بدأت وكتير يا شباب. انتوا 1 2 3 4 5 سمايلنج مان، انتوا متخيلين يا شباب ان دول هيهجموا عليك في ماين كرافت؟ يا رب بس يكون الراجل اللي متعلق ده ما يكونش شباب عملوه ساتيفو او يكون. اوكي واحد شافه. You will be the next one run boy run، بيقولوا انت اللي عليك الدور، اجري يا ولد. لا يا شباب اجري اجري اجري. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، هيطلع فوق الشجره، هيطلع فوق الشجره. اوكي هحاول ان هو يقتله ممكن. ايوه كده اقتل براحتك بقى يا مدير. شوف كله بيقول لي اجري وهو ما بيجريش. شباب انا هعمل زيه كده، هحاول انا اتحداهم برضه يا شباب وان انا اقف قصادهم وما يعرفوش يعملوا معايا حاجه. اوكي هيكسر بلوكه، ما كده مش عارف يوصلوا له، اخرهم بلوكتين. اوكي اضرب. لا اتضربوا يا شباب من على البلوكتين. اضرب، هيموت ده هيموت ده هيموت ده هيموت. ليتس جو ليتس جو، اضرب الاول مات والتاني مات. ليتس جو بيبي، فاضل اتنين اوكي
فاضل اتنين، ران بوي ران، واحد شافه اوكي استدرج واحد بس، هيقتل الواحد ده بعد كده يقتل التاني. ليتس جو بيبي، يلا الضربه التالت، تلات ضربات، اربع ضربات بسيف ايرون، اوكي هياكل جولدن قبل المطوره عشان خاطر ما يقتلوش، اوكي اربع ضربات، خمس ضربات، اوكي ست ضربات، سبع ضربات، ثمان ضربات، لازم تضربه ضربه كامله، اوكي هو ما كانش بيضربه ده كله ضربه كامله، اوكي دلوقتي ضربه، اوكي قتله. انا عايز اشوف بقى الاخير لما يجي يموته هيضربه كام ضربه بالظبط، عشان ابقى عامل حسابي بالسيف الايرون هضربه كام ضربه. اوكي هو جاله ران بوي ران، يلا شباب تعالوا نقدم مع بعض، اوكي يلا بسم الله، اوكي ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه يا شباب، سبعه والاولى ما تتحسبش لانها جت ضربه سريعه، فهيبقوا سته، ست ضربات بيموتوا سمايلنج مان او الراجل المبتسم. اوكي المكان هنا فيه، طب روح انقذ الولد اللي متعلق ده، حرام عليك يعني لازم تنقذه برضه يا شباب، انتوا متخيلين ان واحد زي ده كيوت كده يموت؟ اوكي هو عايش بس ولا ميت؟ تقريبا هم ضاربينه. هاي في واحد كمان، او ماي جاد، اوكي ست ضربات، اوكي انا اخر مره احنا عدينا ست ضربات، اوكي هو بيقفل على نفسه ليه ده؟ اوكي اضربه يا حبيبي، انت قافل على نفسك ليه؟ اوكي لا بيضرب بالبلوكات، انا عايزك تضربه بالسيف عشان اعد كام ضربه، اوكي اول ضربه بالسيف تمام، بيضربه من ورا البلوكات الشباب انتوا متخيلين؟ انا بدات اخاف حوار الضرب ورا البلوكات ده، بيضرب من ورا البلوكات الشباب، فانت لو خبيت نفسك في بلوك هيضربك برضه، اوكي تمام، بيضربه ضربه سريعه، شوفوا بيضربه ضربه سريعه تمام، والله شايف شكله مرعب جدا والسنان اللي عنده دي، اوكي اضرب، اوكي مات، يلا انكس بقى الراجل ده، نزله على الخشبه، يلا 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 في سياج، شوفوا عاملين سيك سياج حديد. اوكي يا شباب اناتو زي ما انتوا شايفين دخلنا لعبه ماينكرافت عشان نشوف مين الرجل المبتسم اللي احنا شفناه السمايلنج مان اللي ظهر للاعب ماينكرافت الاجنبي، والنهارده دخلت انا واصدقائي واحد من محبين البقر وواحد من محبين الفيران. الكلام ده واحد فار والتاني بقى، انا عايز اقول لك يا سيدي، بقول لك ايه، بص انا فار، ايوه قول قول انت فار ايه؟ كام فار بس؟ انا فار بس انسان، ايوه عارف، تعالى بقى تعالى بس اوريك تجربه على الابره، تعالى بس ندور على اي بقره، تعالى بس والله مش بهزر، تعالى البقر يا شباب بيعمل بقر بيحبني بيحبني، مش عارف لانك بتطعميه ايه، لانك بقره زيه دايما، البقر عارف بعضه انت فاهم، بقول لك ايه الخنزير اهو عادي ممكن لا 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 لا، هو البقر البقر اللي بيعرف الابره يا شباب، بصوا عايز اقول لكم ان اي بقره تقول لها مين فينا الابره هتشاور لك عليه على طول، مع انها حيوان ما بيفهمش بس يعرف الابره كده من ريحته. انا ريحتي حلوه مشان كده بتطلع علي فاهم، ما توقعش اتوقع ان انت عشان ريحتك وحشه زيهم، ف لا لا يا شباب انا النهارده هنستنى لحد ما الليل يجي، اول ما الليل يجي يا شباب هيبدا يظهر لينا زي ما ظهر اليوتيوبر الاجنبي قدامكم على الشاشه دلوقتي، ظهر لهم يا شباب الرجل المبتسم، فانا يا شباب النهارده هجرب انا واصحابي ان نشوف ازاي نتعامل معاه، زي ما شفتوا هو بيموت من ست ضربات بالسيف الايرون، فهنضطر ان احنا دلوقتي نجمع مثلا كام حبايه ايرون نعمل لينا كام سيف، بحيث ان لو ظهر لنا مجموعه منهم زي اللي ظهر في الفيديو يا شباب نحاول ان احنا نقتلهم على السريع. تعالوا برده نستكشف القريه دي مع بعض، زي ما انتم شايفين عايز اعرف بس حاجه، هم ليه حاطين ويد تحت الكام فاير؟ فمش عارف الصراحه، ف شوف ده شوف ده شوف ده بيعمل ايه، انزل معاه انزل معاه اساسا، على فكره تقدر تنزل معاه، انزلوا مع بعض كده. بص بص استنى شوف الاثنين. اوكي تعالوا نبص في القريه هنا، هاي تعال شوف اطفال الكرويين، انا اول مره اشوفه. اوكي في خشب، اوكي والله ده صغنن، ايه ده بيتنطط على السرير، بيتنطط على السرير. مين جابهم هنا دول؟ مين منهم دول؟ مين مين ابو اكيد ده ابوهم، استنى اساله كده، بقول لك يا حاج وانت ابو العيال اللي جوه دي؟ لو انت ابوهم بص على سحس، لو انت ابوهم مش داخل، لا مش هو ده جيري، راح ده بعدين دي الفراخ دي كلها، في فراخ هنا كتير قوي، الفراخ دي مش عارف، تعالوا تعالوا ورايا تعالوا ورايا نستكشف بقيه القريه. بص يا شباب دلوقتي هنستكشف القريه بحيث ان احنا نجيب منها اكتر اغراض هتقدر ان هي تفيدنا في ان احنا نحارب السمايل مان دوت، او اللي هو سمايلنج مان اللي هو الرجل المبتسم. اوكي هنا في شجره، اوكي وسع كده نشيل الشجره. السرير اللي انا بحبه، السرير البنفسجي، ليتس جو. شوف يا شباب، طب بقول لك ايه، لقيته لقيته، مفيش سرير، مفيش سرير رمادي، في سرير رمادي اكيد يعني، مفيش حاجه اسمها في سرير رمادي، في سرير من كل الالوان، حتى في سرير من البقر. يلا تعالى يا شباب نستكشف بقيه المكان هنا. اوه والله الكهرباء ده شغال شغل صح، مزارع. استنى هو انا معايا امراض؟ لا ده نصاب، ده حرامي، ده حرامي، ايوه حرامي، لازم بص يا شباب نديله 20 ويت عشان خاطر يدينا حبايه ايمرالد واحده بس، انتوا متخيلين؟ اوكي هنا الجرس، ما حدش يضرب الجرس يا شباب عشان خاطر الكروين يفضلوا بره. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نستكشف ده، القريه لسه كبيره جدا، وات تعالى ورا تعالى. اوكي اوه سرير ازرق، السرير ده الليبرا كويس جدا، ليبرا
ليبرا. ينفع الليبرا. تعال هنا ليبرا. هنا السرير، هنا السرير، هنا يبقى كويس ليك جدا. اوكي تعال. طب ما فيش سرير رمادي؟ لا لازم نعمل لك واحد بقى. اوكي الصندوق هنا، صندوق محمود دي اللي بتعمل الماب. في سريري، ما انا معايا، معايا سريري تحت. بص دي اللي بتعمل الماب. اوكي حط دي هنا، استنى استنى حطها هنا. هنا لازم نجيب ورقه. هي مين بيضرب؟ مين بيضرب؟ انا تحت سرير. سريري السرير هنا، السرير هنا ليبرا. هو اهو اهو هنا، هنا. يلا اوكي تعالوا نشوف بيت القريه. زي ما انتم شايفين القريه الصراحه اسطوريه جدا، ما فيهاش ولا حبايه ايرون، فاضطر الشباب ان يكسر خشب من. بصوا انا هسيب الخشب اللي في القريه كلها وهكسر خشب البيت ده. هتقولي ليه يا مكمل بتكسر خشب البيت دلوقتي مع ان انا اصلا معايا خشب؟ بس هو اذى وخلاص عشان مش مدينا موارد كويسه. فدلوقتي هنضطر ان احنا نعمل لنا كرافتنج تيبل ونعمل لنا بيكاكس موجود من الخشب زي ما انتم شايفين. هي روح انقذ الفرخه اللي بتعوم في الميه دي. بص هسيح في فرخه بتعوم في الميه، انقذها. اوكي بص احسب، انقذ الفرخه، انقذها 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 عشان ما تموتش. تعالى بيت. ايوه زقها زقها. الله عليك الله عليك الله. كسر لها خشب. الله عليك الله عليك. ايوه سحس المنقذ، سحس هيرو مان او مش هيرو مان، بص هيرو ماوس. انا دلوقتي اخدت 1,000,000 حسنه. استنى يلا تعال نجمع، تعال نجمع ستون، تعال نجمع ستون. اعملوا لكم برضو بكاكسات من الخشب لان هنحتاج سيف من الايرون. فهنضطر دلوقتي ان احنا ننزل الشباب نجمع الاول كابل ستون عشان خاطر نعمل لنا بيكاكس من الكابل ستون، بعد كده نعمل لنا بيكاكس من الايرون يا شباب. والموضوع فعلا هيبقى صعب جدا معايا، بس ان شاء الله. شوفوا ده نزل معايا كده. اوكي خلاص شوف التاني يا ابني انت يا واسع. حاسب كده حاسب كده يا شباب. نزل معايا وكسر البلوكات بتاعتي، بس مش مهم، المهم ان انا قفلت عليهم دلوقتي. اوكي حبايه هنا وحبايه هنا، تلات حبات كابل ستون كده. عملنا اول حاجه البيكاكس اللي احنا عايزينه من الكابل ستون. دلوقتي بقى البيكاكس او مش البيكاكس، عايزين ان احنا نجمع ايرون. اول ما نجمع حبايتين ايرون هنعمل سيف يا شباب، بحيث ان هو بيموت من 6 ضربات بس، 6 ضربات وبيقتله سمايلنج مان. اوكي الليل بدا يجي. الليل جه يا شباب، وده معناه السمايلينج مان بتمطر. ايوه بتمطر. وليه ما عندناش سيف؟ ما نلحق نعمله ان شاء الله، نلحق نعمله. هو مش هيظهر ان شاء الله غير لما نعمل السيوف ديت عشان خاطر نقدر ان احنا نحاربه. تمام فبسم الله كسر كده ام كامل. يا رب يا شباب هم حبيتين ايرون انا محتاجهم. عارفين يا شباب انا لو مش محتاج الايرون بلاقيه كتير على طول، واي حد فينا كده يا شباب لو محتاج حاجه مش بيلاقيها، ولو مش محتاجها بيلاقي منها كتير. اللي حصل معاه كده اكتب لي تحت في الكومنتات يا شباب. انا دايما كده لما بحتاج حاجه مش بلاقيها. اوكي ننزل كده يا شباب نبص تحت هنا، فين ايرون؟ مفيش هنا ايرون. طب نبص في الجنب ده كده، في هنا ايرون برضو؟ مفيش هنا ايرون. امال فين الايرون يا ام كامل؟ شباب والله العظيم مفيش ايرون زي ما انتم شايفين. لا يا شباب انا عايز حبتين الليبرا، والنبي لو لقيت قول لي. انا برضو عايز ايرون. اوكي عايز ايرون. في برق، في برق، يلا احنا ندور. في برق بدا يحصل يا شباب، عارفين يعني. هو عم كامل. اوكي كنت اوقع نفسي في الحفره دي، بس الحمد لله اول ما تلاقي ايرون نديه على طول. اوكي يلا بسم الله كسر هنا يا ام كامل بشكل عمودي كده يا شباب عشان نقدر ان احنا نلاقي ايرون بشكل اسرع يا شباب. فبسم الله. اوكي هنا مفيش ايرون خالص. اوكي نطلع بقى من المكان ده يا شباب، لان المكان ده باين عليه اصلا مش هتلاقي فيه ولا حبايه يا شباب. فتعالى نمشي هنا كده. كامل ايه انت تقريبا لقيت ايرون بس مش عارف اذا منح ولا لا. بص ايه ليك كم حبايه؟ 7. او ماي جاد يا اخي يا اخي يا شباب، قلت لكم 100 مره ان سحس ده اسطوره، والله اسطوره كامل محترف مش نوب. ايه كامل الحقني الحقني بسرعه. تعال إيه إيه؟ تعال معي ورينا. سخن انت الحاجه في الفرن، خليك انت خليك يلا انت. يلا عايزك تقول لي هاي فين؟ فين راح؟ ايه ثاني في ايه؟ هي 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 ده ملح ولا ايرون؟ ده ايه ده؟ ايرون مش ملح، ده ايرون. استنى استنى نشوف يا شباب. ده ايرون اتوقع. ايوه ايرون اهو، قلت لك ان هو ايرون. ايه ده؟ ولا ده دوت وات السحس اللي انت معاك دي؟ بلوكات الايرون دي انت مكسره بكاكس عادي ولا بكاكس مطور؟ انا جبت بكاكس مطور. طب انت والله العظيم انت لو عارف، لو كسرت بلوكات كده تاني على فكره ده ممنوع اصلا من السيرفرات اللي زي دي، وممكن اتبند بسبب بكاكسات المطوره. روح ارميه في البحر. احلف يلا روح ارميه. بس روح ارميه يا شباب. تعالوا روح هنا شوف بس الحاجات اللي اتحللت دي. اوكي زي ما انتم شايفين هو بيتحلل من بلوكه الايرون على طول. كويس جدا برضو نحط الباقي اللي معانا. اوكي كده خلاص عملنا اول تقريبا. هنعمل سفين، استنوا تقريبا نقدر نعمل سفين دلوقتي. ايوه معانا 4 بلوكات. اوكي قصدي 4 ايرونات. اوكي بص يا شباب نحط 2 هنا و2 هنا ونعمل كده ستيكه كمان كده. عملنا سفين. خد يا ليبرا خد يا ليبرا عشان ليبرا هو اللي جايب الايرون. عملت السيف اهو. سحس اللي جايب ايرون. اوكي عملت واحد. اوكي خلاص خد خد انت ليبرا.
تمام يلا يا شباب مستنيين بقى الليل لما يجي كده خلصنا السيوف. احنا كده احنا كده بدل ما نقتله بست ضربات نقتله بس بضربتين كلنا كده لو اتجمعنا عليه. انت ضربتين وانا ضربتين والابره ضربتين كل ضربتين هياثروا فيه. بس يا ترى شكله عامل ازاي زي ما انا شفته في الفيديو ولا يكون شكله مختلف؟ على فكره انا بشوفه شفت في قناه على اليوتيوب واحد بيقعد كده في الاوضه وبيضحك. تمام يا ماما ما تخضنيش بقى عم اللي هناك ده والله إلحق. يعني ممكن يجي في الكراويين متجمعين ده في اجتماع اجتماع الكراويين كلهم متجمعين والله العظيم مع بعض. قالوا انا اول مره اشوف المنظر ده. او ماي جاد تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا هي كلهم قالوا اوه بياخدوا واحد مكمل واحد اثنين ثلاثة اجروا اجروا مش عارفين يطلعوا مش عارفين يطلعوا كسر لهم بلوكات كده كسر لهم اجروا اجروا بص يا عددهم كبير قوي. يلا يلا اجري اجري كل واحد على بيته. يلا كل واحد على بيته اللي مش راح على بيته دلوقتي هقول لامه. يلا ايه ده رامي اهو فين اهو ايه ايه لا لا خلاص طبعا رامي مش موجودة نقول عليه خنزير. ايه موت رامي لا قتل رامي. اوكي انا زي ما انتم شايفين بيبدل بالايرون اوكي بيبدل قصدي بال يا اخي والله لا والله لا اقتلك والله لا وسع كده عشان مش عايز يبدل معايا. تعال اجرو اوكي شوف ده لا طالما اتضرب ضربة ما ينفعش انك تتقايد معاه ابدا. اوكي الليل بدا يجي تعال نخش البيت بسرعه تعال نخش البيت ونقفل على نفسنا. ايه البيت اللي كان فيه السرير؟ ايوه ايوه يلا تعالوا تعالوا ورايا تعالوا فين البيت فين البيت تعالوا هنا خشوا هنا ايوه خشوا هنا كلكم خشوا سد الازاز مش مهم تعال يكون... اللي جنبه تعال اللي جنبه اللي جنبه اكبر اللي جنبه اكبر في دورين كده او ثلاثه اخرج ايوه بس كده مش عارف يخرج ده اوكي هنا حلو تعالوا اقعدوا فوق هنا حته جميله قوي ماشي ماشي يلا 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 اوكي يلا اطلع لب اطلع اقفل الباب ده بس كده خلينا احنا هنا بس كده خلينا كده اللي لقي يا شباب اللي لقي يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بقول لك ايه سمايلنج مان لو عايز سحس هنقتل له سحس ماشي يا ليبرا ايوه ماشي عايز ان انا ممكن يكون عايزك ايه انت فاهم فلو عايز بقول لك ايه على فكره ده بيظهر في الاوض بيقعد هنا في الطرف هنا ويقعد يضحك لك كده بالليل يا ماما يا ماما على فكره يا شباب الكلام ده مش حقيقي وكل ده كرتون على فكره ومش بيظهر اصلا وهتحداك يا حبيبي اصلا ان هو يظهر لنا دلوقتي لان الكلام ده اتوقع ان هو كده واحد اللي عامل الشخصيه دي اتوقع 100% يعني المود اللي احنا على فكره هو يمكن انسان وصابه كده زي ذا هالك كده جاله اشعاعات نوويه وحصل له ان هو ايه ايه يا عم والله شفته فين فين هنا هيو فين كان هنا كان هنا هيو 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 فين كامل فين كامل هيو فين فين يلا فين واو واو انتوا شايفين حاجه انا مش شايفها ولا ايه واو واو ايه ده هي اوه هو يا شباب هو اقسم بالله هو شافه شافه شاف ليبرا اجري ليبرا تعال هنا هيفضل يضرب اجري اجري هيفضل شكله عايز ليبرا شكله حب ليبرا انا عايز اشوف وشه عايز اشوف وشه عايز اشوف هو يا شباب او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد تعالوا 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 بقول لك ايه احنا مش هنقتله دلوقتي استنى شوف هيعمل ايه مع ليبرا الاول وبعد كده نقتله اوكي بقول لك ايه لو عايز ليبرا احنا نقتل ليبرا يا ماما ايه يا صاحبي في ايه انت بتبص لنا كده خد 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 بنك ولا خد بنك خد رامي اهو لا لا رامي ايه بتديله لحمه رامي انت اوكي خد رامي انا خايف جدا لحد دلوقتي انا مرعوب جدا يا شباب ومش عارف اعمل ايه بس ان شاء الله تعدي على خير وبرضه هنقتله ما تقلقوش يعني ف اوكي هو فين راح فين هو يا شباب شوف شوفوا جري لو نزلت له هيجري ورايا على طول اول ما ينزلوا بصوا بقول لك ايه انا هبقى بطل بص عليا لا 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 بيجري ورايا انا بيجري ورايا انا لا لا ولا تعالى كده ولا تعالى بقول لك ايه رايك نجيبه من الصلعه بتاعته من الصلعه بتاعته من الصلعه بتاعته يلا 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 الحقني واحد اثنين ثلاثه اربعه من اربع ضربات قتلنا واخيرا كده هي قرب تتحرق ولا ده كان برق الحمد لله اوكي أيوة اوكي أيوة. يا شباب انا زي ما شفتوا عشان تعرفوا ان احنا قد سمايلنج مان وقد اي وحش تاني فبس الشباب انا قصيت المقطع اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم لو احتجتوا المود ده تعالوا على الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن وبس الشباب اشوفكم مقاطع جايه على خير الله لو حابين تشوفوا انواع من المقاطع دي يا شباب كتيره ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ودلوقتي الله يرحمك يا سحس والله يرحمك انت كمان يا ليبرا
خد انا محترف عنك، انا محترف عنك. وبس سلام.